قضية يعني لا تخص مصر وإنما تخص العالم العربي كله وخصوصا الإسلام. الإسلام بيتدمر من داخله عن طريق أشخاص منظمات مدعومة بقوة خارجية بتعمل بتحقق يعني أجندات أجنبية معروفة. الخطر القادم بعد نهاية الاتحاد السوفيتي هو الإسلام، هما بيحاربوه بطريقتهم بطريقة علمية حديثة، وإن شاء الله ربنا هيكرمنا ويقوينا ويقدرنا وينتصر وننتصر عليهم إن شاء الله. الفن قوة مصر الناعمة اللي لازم تبذل مجهود تنويري للشعب، تكرهه في الإرهاب وتحببه في الإسلام الصحيح الوسطي، يعني ان احنا نعمل مسلسلات تاريخية ومسلسلات حديثة بتقول انه الارهاب ده ليس نسيجا اسلاميا وانما هو عمل ضار جدا بمجتمعنا، وده الهدف من الفن انه في ظاهرة الارهاب ظاهرة جديدة لازم نحاربها بالاسلوب العلمي والاسلوب الحديث. الاسلوب الحديث اسلوب الحديث انك تعمل فن راقي يقويك ويضعف عدوك اللي هو الارهاب. لا يا دراما رمضان 2015 هي دراما طبيعيه، لكن حصل فيها بعض التغييرات. اتعمل مسلسل في مصر، قطاع الانتاج عمل مسلسل ضد الارهاب، كان بطوله حسن يوسف، فنان حسن يوسف، واللي جاي ان شاء الله هيبقى افضل، بس الدوله تحط ايدها معانا وتنتج مسلسلات وأفلام تدعم هذه الفكرة، محاربة الإرهاب عن طريق الفن. شكرا جزيلا، شكرا جزيلا.